رجعنا نتواصل من جديد واهم الاخبار الرياضيه مع الصحفي والمحلل الرياضي سهل احمد العبيد. سهل ازيك؟ ازيك يا لينا؟ صباح الخير عليك. صباح النور عليك وعليك يا احمد وعلى كل المشاهدين. كيف الاخبار؟ القميص خطير الليله. الله يديك العافيه. ضحك شتا لكن ما شكلك ما بردان. والله انا قبل ما حمزه برضو قدر ما حنسني والله ما قدرت ما في اي طريقه. كويس لخير بعد انتهى الحلقه بنتفاهم ما في اي مشكله. اخبار كثيره الليله معانا في الملف الرياضي. نعم. نبدا من الدوري الممتاز. تفضل خش. طبعا انه الدوري الممتاز. طيب نتكلم عن الثنائيه يعني استعاد توازنه بالثنائيه في الهلال الفاشر. نعم المريخ ما في شك هو كان بيعيش في ظروف فيها نوع من التعقيدات على المستوى الفني باعتبار انه اقاله ابراهوما ثم التعاقد مع مدرب يمكن ما بيعرف الكثير عن المريخ هو المدرب الجزائري آيت عبد الملك. قاد المريخ في ثلاث مباريات في مختلف الدوريات. نعم. على مستوى الدوري الممتاز حتى على مستوى البطوله العربيه كان الحصاد سلبي. نعم. بكل تاكيد خسر مباراتين وتعادل في مباراه ولم يفز في اي مباراه بالرغم من انه واحده من هذه المباريات اقيمت في استاد المريخ. واعتقد انه قرار مجلس المريخ في ذلك الوقت بانه يستغني عن المدرب آيت عبد الملك ويوكل المهمه للمدرب المساعد جمال ابو عنجة كان قرار افضل واثمر بانه يحقق المريخ هذا الفوز بصعوبه صحيح لكن استعاد التوازن. شكل الفريق تغير حتى على مستوى توظيف اللاعبين تغير في هذه المباراه. واضح بانه كان آيت عبد الملك لا يعرف شيء عن المريخ بكل تاكيد ويمكن ادارته لكثير من المباريات كانت توضح هذه المشكله وحتى لامكانيات اللاعبين. نعم. اعتقد انه جمال ابو عنجة يحسب له هذا النجاح في انه يعاد الروح للاعبين، اعاد توظيفهم بشكل جيد، اعاد تقديم اللاعب رمضان عجب على المستوى الهجومي، شكل خطوره، نجح في تسجيل الهدف الاول، نجح ايضا عماد الصيني في تسجيل الهدف الثاني من ركله جزاء، رغم انه نادي هلال الفاشر سجل هدف متاخر ولكن كان بالنسبه للمريخ الوضع جيد وقادر على تحقيق النقاط الثلاث. لكن الان جمال ابو عنجة سيكون عنده اختبار صعب جدا المباراه القادمه امام مريخ الفاشر. وهذه المباريات دائما ما تكون صعبه جدا بالنسبه للمريخ العاصمي. مبارياته بالرغم من انه باعتباره هما مريخين لكن دائما مبارياتهم بتكون مثيره وقويه في كثير من الاحيان. يمكن الموسم قبل الماضي مريخ الفاشر بفوزه على المريخ العاصمي حرموا من التتويج باللقب في تلك المباراه. واعتقد انه لذلك تعتبر هذه المباراه مباراه ثاريه بالنسبه للمريخ انه يحاول الفوز فيها ويعود الى صداره الدوري الممتاز. يعني نقدر نقول انه مثلا ده بمثابه يعني انه المدرب ايتين والان مدرب محلي، هل ده بيكون بمثابه درس مثلا للمريخ باعتبار انه ثاني تأنى في مثل هذه القصه؟ طبعا طبعا هو درس قاسي جدا بالنسبه لاداره المريخ في انه التعجل في إقالة المدربين دون انتظار النتائج بالرغم من أنه أحيانا مثلا إبراهوما كانت نتائجه مميزة. الفريق حقق معه نتائج ممتازة، قاد الفريق في نهاية الموسم الماضي للفوز بلقب الدوري، في هذا الموسم كان يسير بشكل ممتاز، حقق انتصارات متتالية. يمكن خلافات أعتقد أنه هي السبب الرئيسي كانت هي الخلافات مع مجلس الإدارة هي اللي أدت إلى أنه يقوم مجلس الإدارة بالاستغناء عن إبراهوما. لكن كان بيبقى السؤال الأهم هو هل كان آية عبد الملك هو المدرب الأنسب لأنه يخلف إبراهوما؟ أعتقد أن السؤال كان الإجابة أصبحت واضحة أنه لم يكن هو الخيار الأنسب. ليتم الآن اعتماد على جمال أبو عنجة في المباريات القادمة. طيب من المريخ حنمشي الهلال يحل ضيفا على أهلي مروي في الممتاز. يمكن بنتذكر كلنا في الأيام السابقات يعني ثلاث مباريات على التوالي الهلال هزم فيها، واضح أنه مستواه الفني في إشكالات كثيرة على المستوى الفني. دي قد تنعكس على مباراته مع اهلي مروي اللي مباراه مهمه يعني حتحدد مصير الفريق في الممتاز. ما في شك هو صحيح يعني يمكن ما ذكرت انت يا احمد نقطه كانت مهمه جدا في مسيره الهلال في المباريات الاخيره. ثلاث مباريات فريق خسر في مباراتين، تعادل بشق الانفس في المباراه الاخيره امام اهلي عطبره، لكن يمكن الاستعانه بمدرب على مستوى اللياقه البدنيه يمكن ادى الى انه تعود ترتفع مرة أخرى لياقة لاعبي الهلال بالرغم من بعض الخلافات اللي ما زالت قائمة. يعني في إبعاد بوي في المباراة الماضية أمام أهلي شندي استعاد الهلال توازنه، حقق انتصار كان صحيح صعب على أهلي شندي بهدفين مقابل هدف، لكن اليوم الهلال يرحل إلى
مروي من أجل مواجهة فريق صعب مثل أهلي مروي. ما في شك أنه هذه المباراة والهلال الجهاز الفني بينظر إلى هذه المباراة باتجاهات كثيرة، من ضمنها هي تعتبر مباراة تحضيرية لمرحلة المجموعات، في نفس الوقت أيضا هي مباراة لتأطمين الجماهير بأن مستوى الهلال في تحسن ملحوظ بعد الفوز على أهلي شندي في الجولة الماضية، بالإضافة إلى أنه أيضا اختبار مدى جاهزية اللاعبين، مدى التوليفة ستكون أنسب بالنسبة للهلال يمكن أن تساعده. وهم خط الدفاع دائما بيتكلم أنه خط الدفاع دي يجب أن يكون في تجانس ما بين يعني خط الدفاع ده، ما ينفع أنه الناس يعني كل مباراة يتغيروا اللعيبة في خط الدفاع، الحكاية دي ما فنيا غير مقبولة يعني. طبعا يعني هذه هي واحدة من المشاكل التي ما زال يعاني منها الهلال منذ فترة طويلة. أتى يعني يمكن القرار قرار مجلس الإدارة اللي يعتبر واحد من القرارات الغريبة بالاستغناء عن حسين الجريف، ويمكن بسبب خطأ ارتكبه في مباراة الوصل تسبب في هدف، يعني صراحة كان أمر غريب جدا. الآن الهلال أصلا يلعب وكشفه منقوص، في بعض الأحيان يتم توليف بويا كقلب دفاع، في أحيان كثيرة هو أصلا لاعب طرف أيسر، فأعتقد أنه هذه هي واحدة من المشاكل التي ما زال يعاني منها الهلال. إلى الآن لم يتم الاقتناع باللاعبين الأجانب اللي أتوا إلى الهلال على مستوى الخط الدفاعي، تم الاستغناء عن عدد من اللاعبين، الآن يعني يمكن الوضعية ما زالت سيئة، وأعتقد أنه طريقة لعب الهلال في مرحلة المجموعات غالبا ستختلف عن طريقة لعبه على مستوى الدوري، لأنه في الدوري أنت مطالب بأنك أنت تحقق الانتصارات باعتبار أنه الخصوم اللي يواجهه الهلال أو يواجهه فريقي القمة غالبا ما يكون مستواهم الفني مقارنة بأندية القمة أقل، فأنت أكيد في هذه الحالة بتلجأ إلى أنك تلعب بالأسلوب الهجومي، لكن وهذا الأمر بيكلفك على مشاكل على مستوى الدفاعي، لكن في مرحلة المجموعات أعتقد أنه الوزن الفني للأندية المواجهة للهلال بيجعل الهلال يلعب بحذر أكثر، حذر استراتيجية هجوم ودفاع وشوط مدربين وشوط لاعبين، يعني حكاية معقدة جدا صحيح، يعني يمكن ده اللي بيخلي يمكن الهلال يظهر بشكل أفضل مقارنة بمرحلة الظهور في على مستوى الدوري، يعني يمكن نتائجه على مستوى البطولة الأفريقية كانت مميزة جدا على مقارنة بنتائجه على مستوى الدوري، خسر أمام هلال كادوغلي في الجوهرة وخسر أمام الآن العطبرة وتعادل أمام أهلي عطبرة، وذلك هذا يؤكد على أنه التركيز الاهتمام التحضير نفسه للمباريات للدوري تختلف تماما عن تحضير لمباريات البطولة الأفريقية، وهذا الأمر هو اللي جعل الهلال يصل إلى مرحلة المجموعات في هذا الموسم بعد غياب قرابة 4 سنوات من الغياب في المشاركة على مستوى مرحلة المجموعات على مستوى دوري أبطال أفريقيا، أو 3 سنوات هي. لكن ما في شك المباراة هي اختبار حقيقي بالنسبة للهلال لمدى جاهزيته لأنه يدخل مرحلة المجموعات في وضعية جيدة تساعده على أنه يخطف بطاقة مؤهلة عن هذه المجموعات. إذا يمكن الأخبار خلال 24 ساعة أصدرت المهندسة ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة قرارين وتصريحا صحفيا، القرار الأول هو تعطيل عقد الجمعيات العمومية، والقرار الثاني حل المفوضية الوطنية، كيف تقرأ قرارات الوزيرة؟ نعم هي للأسف يعني يمكن يعني يمكن احنا استبشرنا خير بانه اول امراه تتولى منصب كبير على مستوى الشباب والرياضه في تاريخ هذه الوزاره بانه تسير بشكل جيد، صحيح ما في شك انه هي من خلال المؤتمر الصحفي اللي عقدته بخصوص المدينه الرياضيه وضحت الاسباب وحجم الاختلاس العام اللي حدث في هذه المدينه الرياضيه وحتى بالاسماء وبالارقام، يعني يمكن الجميع استبشر خير بانه هي تسير بشكل جيد، لكن على مستوى قراره بحل الجمعيات او ايقاف الجمعيات العموميه في كل المناشط يمكن هي حست بانه هذا القرار كان خاطئ، لذلك اتخذت قرار بشكل سريع بانه حل المفوضيه حتى تحاول انها تعدل انه كارثه القرار الاول تلقائيا، ما في جهه تقدر ما في عمومية. اي جهه حتقدر تنظم اي جمعيه عموميه دون اشراف اي المفوضيه سواء المفوضيه الولائيه او المفوضيه الاتحاديه، فهذا الامر اعتقد انه كان يحتاج الى تاني في اتخاذ القرار منذ البدايه، لماذا يتم اتخاذ مثل هذا القرار؟ كان من الافضل انه بدلا من انه يتم منع الجمعيات العموميه كان يمكن أن يتم اتخاذ القرار مباشرة بحل المفوضية،
تكوين مفوضية أخرى تشرف على عمل الجمعيات العمومية في كافة المناشط الأخرى، سواء على مستوى الرياضات السلة وحتى على المستوى الاتحادي. لكن ما في النهاية، طالما تم تدارك هذا الخطأ بحل المفوضية، أعتقد أنه الآن عليها خطوة مهمة بمحاولة تكوين مفوضية جديدة تسير. يعني يمكن صحيح، يعني يمكن نحن عارفين كلنا أنه المفوضيات السابقة بيشوبها كثير من الكلام والمسألة الاختلاس في المال العام وكثير من هذه الأمور، يمكن هذا القرار كان في هذا الإطار. لكن في جوانب أخرى وهو الجانب الأهم، اللي أنه تسير نشاط الأندية، لأنه تسير نشاط الأندية لا يتم بدون عقد جمعيات عمومية، وهذا الأمر سيؤدي إلى توقف، لأنه في بعض القائمين على هذه الأندية وعلى هذه المناشط بيحتاجوا إلى أنهم يجدوا الشرعية من خلال الجمعيات العمومية حتى يكونوا قادرين على تسير نشاط هذه المناشط. لكن في النهاية أعتقد أنه الآن الوزيرة مطالبة بضرورة التسريع في تكوين مفوضية جديدة تكون قادرة على أنها تمارس نشاطها بشكل مميز وشاطة بشكل قوي. طيب، عالميا الجولة العاشرة من الليغا الإسبانية، أتلتيكو مدريد يعني يستعيد نغمة الانتصارات، يعني كما أو ذاكرة الانتصارات كما يحب أن يكتب أنس، بانتصاره على ضيفه أتلتيك بالباو. نعم، يعني هذه الجولة للأسف يا أحمد هي كان مفترض أنها تكون أهم جولة في الدوري الأسباني، اللي هي الجولة اللي كانت بتشمل مباراة الكلاسيكو ما بين ريال مدريد وبرشلونة. لكن بسبب الأحداث التي حدثت في إقليم كتالونيا، الاضطرابات السياسية أدت إلى إلغاء هذا الكلاسيكو، وبالتالي أصبحت المباراة الأهم في هذه الجولة هي مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه أتلتيكو بلباو. نجح أتلتيكو مدريد في أنه يستفيد من عملية الأرض والجمهور، يستفيد ويستعيد توازنه بعد تعادل مخيب في الجولة الماضية أمام فالنسيا بهدف مقابل هدف. نجح فريق عن طريق ساول نيجويز في أنه يسجل الهدف الأول في شوط المباراة الأول، وحاول أنه يسجل الهدف الثاني، وبالفعل ألفارو موراتا كان في الموعد، نجح في تسجيل الهدف الثاني، وهذا الأمر كان مهم بالنسبة للمدرب دييغو سيميوني أنه ألفارو موراتا يواصل أداؤه الجيد. سجل في مرمى باير ليفركوزن في دوري الأبطال، الآن يسجل مرة أخرى أمام فريق صعب مثل أتلتيك بلباو، وأعتقد أنه هذا الأمر سيكون جيد بالنسبة للمدرب باعتبار جواو فيليكس وإصابته وغيابه لمدة 3 أسابيع أصبح ليست لديه خيارات كثيرة على المستوى الهجومي، وتألق ألفارو موراتا سيساعده في أنه يطبق فلسفته في المباريات القادمة. اليوم هل حتكون في مباريات في الدوريات؟ أكيد مباراة الأهم ستكون مباراة نادي ليفربول وتوتنهام، هذه المباراة ما في شك إنها ستكون مثيرة وقوية ما بين الطرفين، باعتبار إنه هذين الطرفين أصبحوا من الأندية المنافسة بشكل قوي في المواسم الأخيرة على مستوى الدوري، وإن كان توتنهام يعاني كثيرا في السنوات الأخيرة وخصوصا في هذا الموسم يعاني في التذبذب النتائج، لكن فوزه الكبير على ريد ستارز الصربي في دوري الأبطال وتوازنه أعطاه نوع من التوازن الكبير بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة. ليفربول سقط في فخ التعادل في الجولة الماضية أمام الغريم مانشستر يونايتد بهدف مقابل هدف، وممكن ده أول تعثر بالنسبة لليفربول. الآن بالنسبة للمدرب يورغن كلوب يجب عليه أن لا يتعثر مرة أخرى، لأنه يعرف جيدا بأن السيتي بالأمس فاز بثلاثية نظيفة، وأي تعثر جديد بالنسبة لليفربول سيتقلص الفارق مرة أخرى ما بينه وما بين السيتي، وبالتالي يصبح الضغط كبير جدا على ليفربول باعتبار أنه هو يطمح لأن يكون حاملا لللقب في هذا الموسم. احنا شكرا لك كثير جدا صحفي الرياضي والصحفي والمحلل الرياضي سهل أحمد العباد على هذه المساحة التحليلية لأهم الأخبار الرياضية. شكرا جميلا لك. شكرا لكم وشكرا لكل السادة. شكرا لك. شكرا لك كثير خيرك. وصلنا ختام هذه الحلقة، شكرا يا لينا، كنت رائعه. هتختمي لنا عكله بالشعر الجميل ده بتاع المرور، بتاع ناس المرور بدنا بقى سايق انت الليله؟ لا عشان بس لا شكلك سايق. لا معلش اختمي لنا ضروري، وعليك الله يمدي دايرين ايكا وكده في نهايه الشعر. شكرا احمد، شكرا مشاهدينا. صباح النسيم اللي بيرفرف علمنا وناس المرور اللي بتملى الشوارع، صباح الامان اللي تحقق حلمنا، وصباح الترابلة وصباح المزارع وصباحات كثير شديد. بصراحة حافظة. شكرا، مع السلامة. مع السلامة.